عدوي ايه اللي قول لي ايه البهجه والسرور واللطافه اللي بقت ماليه المكان ده؟ والفندق اتباع؟ لا ما اتباعش. انت تفتكر ايه؟ تفتكر فيه ايه؟ بالذكاء الخارق. ايوه ايه يا امجد؟ ممكن يكون عندنا ويدنج بارتي. هو ويدنج بارتي اخيرا اخيرا. غريبه قوي الدنيا دي، ضيقه جدا. تخيل اسم العريس فارس على اسم مستر فارس بتاعنا. دكتور ما اسمح لي اقول لك انك ستيوبيد. ايه اللفظ ده؟ يعني ايه؟ يعني غبي. انا ما بتهزرش. والله العظيم غبي. انا بحترم نفسك. والله العظيم غبي. احترم نفسك. احترم ايه؟ هو ميسيو فارس. هو هو هو. ايوه هو هو. ومين بقى كاريزما اللي هتجوزها دي؟ كاريزما ايه؟ كرومبا. كرومبا ايه؟ وانت بتقول ايه؟ كارما كارما. انت عايز تقرا؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ اسكت خالص. احنا عندنا في الكليه بيعلمونا بالانجلش، كل حاجه انجلش بالانجلش، حتى النيمز انجلش انجلش انجلش. طيب ماشي ماشي ماشي. بس دي واحده انا ما عمري ما شفتها، ولا حد في الاوتيل كله شافها ولا يعرفها. ما تعرفش كانت لينا منين دي؟ يا ابني اللذينه يا فارس، اكيد عاملها لنا سبرايز. بس بيني وبينك حسن. ليه كده يا عدوي؟ ايه ليه الغل اللي جواك كده؟ لا انا على فكره الحقد اللي جواك ده مش حلو. انا ما بحكي. على فكره هو ده اللي بيخليك تتمص وترفع بجد صدقني. يعني بص مثلا انا قلبي طيب فبملى، الطيبين يملوا، الحقد يخليك كده. انا ما بحقدش، انا مش بقولك احسن بتشفى فيها، يعني بقولك احسن ليه؟ اللي هو ايه، كل العرس اللي فاتوا احنا شفناهم. ايوه. والجوازه باظت دي بقى ما شفناهاش، يمكن تمشي. اه اهو. ايوه يهو. انت بتقول ايه؟ ايوه يبقى في حد في الفندق عينه وحشه. بالظبط كده. انت عارفه؟ انا عارفه بس مش هقول لك. لا عدوي قول لي مين الشخص اللي مش كويس. لا لا دي تبقى غيبه، دي نميمه. ما تطولش الغيبه، قول لي مين الشخص الوحش اللي بيعمل كده. مش هقول لك بقى. بس سيبك سيبك من الكلام ده، روح انت دلوقتي بقى اعمل اي حاجه كده بقى، انفخ البلالين ولا اي حاجه. يلا. انا انفخ البلالين؟ ايه المشكله يا نجاتي؟ انفخ البلالين عشان عيد الميلاد. نجاتي ده الوحيد في الدنيا اللي بينفخ البلالين؟ انا برضو مش فاهم حاجه، انا عايز افهم بس يعني مين كارما دي؟ وحبه حبه كارما حبيبتي بتاعت زمان. اه جريت اهو. انا طب انا هفهم ازاي؟ انا جاي افهم ولا جاي اهزر؟ انا ما قلتش حاجه لسه غلاب. ايوه حبه حبه. طيب كارما. ايوه حبيبتي بتاعت زمان. ايوه جريب برضو بس انا لقط كارما حبيبتك بتاعت زمان. وانت بقى اللي جبتها الاوتيل مش كده؟ لا هي اصلا كانت بتدور عليا، بس اللي جابها الاوتيل تيتا نازلي. اه شفت بقى، اهي دي الحته اللي ملخبطاني. يعني تيتا نازلي جايبه لك عروسه عشان تتجوزها وهي كانت يعني لا هي نازلي تتجوزك ولا مين اللي هيتجوز مين؟ يا غلاب يا غلاب. أيوه. بص ده موضوع طويل جدا. تمام انا ممكن احكي لك، بس يعني الموضوع ده هياخد وقت، وبعدين حتى لو حكيت لك مش هتفهم، فما يعني شيل من دماغك يعني. والله ما عايز افهم خلاص. انا بص اهم حاجه تتجوز وتورث وتاخد ميراثك تديني عمولتي. انا عليا ديون كتير قوي يا فارس. ما هو ده اللي مضايقني بقى. ايه ده؟ تاني يا فارس متضايق عشان هتتجوز؟ لا لا متضايق انك هتاخد العموله. ساتر على بخلك ده. بخلك ده هيدمرك وهيدمرني خلي بالك. بس هات معاه من الاخر كده يعني، هي وافقت تتجوزك ولا هتديك مقص زي كل اللي فاتوا؟ ما كل اللي يجي يديك مقص يديك شنكل وانا تعبت. لا دي بقى بالذات ما ينفعش تديني مقص، لان هي اصلا كانت بتدور عليا زي ما انا بدور عليها. يا ولا بذمتك انت كنت بتدور عليها؟ بص هو ما كانش باين عليا، بس انا فعلا كنت بدور عليها يعني. دور عليها في مخك يعني. صح؟ تفكر. ولا يا غلاب انا مبسوط قوي. انا اخيرا هتجوز، انا هتجوز. انت مصدق؟ هتجوز وهتجوز مين؟ حبيبة عمري. والله العظيم ولا انا مصدق، تخيل بس ان شاء الله هيحصل خير ان شاء الله. حبيبي. يلا بقى عايزين نجهز بقى عشان الفرح، وبقول لك ايه مجاملة منك بقى تنزل لي عن العمولة عشان اعمل فرح بقى واظبط الدنيا. لا انا هروح البس البدلة، عمولة دي اللي تنزل عليها، ده مكتوبة في ورق. والله العظيم يا ولا يا ولا. ده ساتر عليك. أخيراً هتجوز. لا فارس ما لا توقع يا فارس. ما تمديش يا فارس. يلا ابني خلصني. وقع على عقد الزواج. حاضر حاضر. لا 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 مش هتجوز مش هتجوز. طب ما احنا كنا هنتجوز. ما انت عارفه ان انا كاره الجواز. ما كنتش اعرف ان انت قدري. وانا موافقه اكون قدرك السعيد. اتفضلي يا عروسه. وقعي على عقد الزواج. لا انا بقى اللي هسيبك المره دي. انت عايز تتجوزني عشان ما تخسرش مراتي. ما
بس انا بقى ما عنديش اي حاجه تخليني اتجوزك غصب عني. انا ما بهتمش بالماده، اخر حاجه بهتم بيها هي الماده. ده كومبلمنتري من الاوتيل. بكام ده؟ انت ناويه تبيعيه هو كمان؟ طيب انا هاخد مهر 100,000. اوكي مفيش مشكله، شبكه زيه ما اختلفناش. طبعا انت شكلك من نوع الرجاله الحمش اللي مش عايز مراته تشتغل، فاديني مرتبي اللي كنت باخده من الشغل. دي هي اللي بخيله وستين بخيله. انا مش فاهم انت ليه شايفها بخيله. امال انت شايفها ازاي؟ ان شاء الله حريصه برضه مش هتجوزها. الفندق الملعون ده تفجري نفسك في وسطين. ده اللي تتجوزيني؟ طب ها ايه ده؟ حزام ناسف، حزام ناسف. تتجوزيني بس عندي شروط. الشروطي زي ما انت عارفه، لما قلتيش عندك شروط كنت هقول لك شروطي. اولا مالكش دعوه باي حاجه عملتها قبل الجواز. حقك طبعا، امال ايه؟ ثانيا مالكش دعوه باي حاجه هعملها بعد الجواز. حقك. نعم يا اختي. ايه عشان متحرره شويه يعني؟ متحرره شويه؟ دي متحرره على الاخر. قلنا مفيش حد خالي من العيوب. اه بس العيب ده بقى مش هيركب معايا. كابتن هيثم لحظه واحده، لحظه واحده، اضرب يمين بلاش شمال. انت ليه عايز تتجوزني؟ بصي اقول لك الحقيقه ولا اكذب عليكي؟ لا تقول الحقيقه عشان انت لو كذبت انا هفقسك. يعني ده انت جبتولي مخصوص ولا كان بتاع خطيبتك اللي قبل كده؟ جابولك مخصوص يا نسمه. متاكد؟ تحب اجيب لك الفاتوره؟ انت ممكن يكون عندك عيب خلقي مش خلقي. يعني ايه؟ ما دي انيل. يعني ايه خلقي؟ يعني اخلاقي، يعني مثلا موسوس. موسوس؟ أيوة. ده اللي هو انا. ايوه انا اللي موسوس. نسمه دي لو اخر بنت في العالم مش هتجوزها. متر غلاب قال لي ان انت بتدور على عروسه. بس بصراحه بقى ما توقعتش ان انا هلاقي عروسه حلوه كده. استاذ انت مستعجل قوي. هو مش حكى لك على ظروفي؟ اه قال لي، وبصراحه اللي خلاني وافقت ان انا كمان عندي ظروف، قلت احط ظروفي على ظروفك ونتجوز يعني. طب ما هي يبقى اتفقنا. وقع ارجوك وقع، عايز اشوف القندس. ايه ده مسهل؟ لا 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 استنى، اوعى تمضي. ايه في ايه؟ اوعى تتجوز البت الحراميه دي. انت بتقول ايه يا بني ادم انت؟ بيقول الحقيقه، عروستك هي الحراميه اللي بندور عليه. لا دي القصه اللي قلبتنا كلنا. اه يا لسه انت عايز تتجوزني؟ اتشاهد على روحك. استني بس يا صبر، ده احنا كنا لسه هنتجوز. اتجوزك انت؟ خلاص يا ست بلاش 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 نتجوز. هم قالوا لي ان اخو القاتل هيطلب انه يتجوزك عشان ينسيك الطار يا صبره. اتشاهد على روحك. اشهد ان لا اله الا الله. ايه ده؟ الوقت اعطيني يدك. ليه؟ عشان اخطبك. يا ريت. مين يقبل بيا وانا هيك؟ انا تقبلي تتجوزيني؟ بقى انت في خمس دقايق تدبسيني في 2 مليون جنيه مهر وشبكه الماس. لسه في حدا في الفندق ما عملت له عمل؟ فارس. فارس او ليش هتسحري له؟ عشان يضل يحبني طول عمره وما يتطلع بنيه ثانيه. وبعد ما تتجوزيه حيصير خاتم في صباعي. هو مين ده اللي هيبقى خاتم في صباعك؟ ممكن نتجوز. تتجوزني؟ وبسرعه. انت ما بتعرفش عني حاجه. لا بصي انا عرفت كل اللي يهمني. بسم الله الله اكبر. ايه ده مجنونه؟ هتعملي ايه؟ يا مجنونه يا رب يا ساتر. والله وقعت يا حلاوتهم. دي سلمى. سلمى؟ سلمى يا سلامه، اسمها حلاوتهم وهربانه من مستشفى المجانين. هو اللي كان عايز يقتلني انا ما قلتش حاجه. انا عايزك بقى تحكي لي عن نفسك لغايه ما مأذونيكي. انا مش عارفه اقول لك ايه. قولي له انك متجوزه. لا 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 انا كنت متجوزه واتطلقت وكنت لسه هطلع بطاقه جديده. عروسه؟ لا 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 يا نهار اسود. مبروك يا برنس، العروسه حبله. ولا انت لسه عندك امل انك تتجوزها وهي لسه ما خلصتش عدتها؟ هو انت لسه ما خلصتش عدتك؟ اتفضل بقى اتكل على الله وحاسب لها على اوضتها وسيبنا انا والمدام ننبسط بالبيبي الجديد. بيبي جديد؟ يعني انت عارفه ان انت حامل اهو؟ عمرك ما سمعت عن الحب من اول نظره؟ سمعت كتير قوي. اهو اللي بينا ده حب من اول نظره. طب فرضا ان انا صدقت، ايه الخطوه اللي بعد كده؟ نتجوز فورا. كده بالسرعه دي؟ انا مالي، انا كويس، انا لا تخين ولا رفيع. بس مش كويس قوي. طول عمري كده نفسي يكون فتى احلامي كده يكون عامل بادي بيلد. عاوزه ايه؟ 100 ضغط. ايه؟ 100، واللي هيغلط هيعيد من الاول. بقول لك ايه؟ مش عايز اتجوز. احسن. لو ابوك مزنوق في حاجه مش هتديها له؟ دي برقبتي. اعتبرني زي ابوك. انا مزنوق في عروسه. يعني انت دلوقتي علشان تورث 30 مليون جنيه تتجوز واحده ما بتحبكش ومش طايقه تشوف وشك اصلا؟ ومين قال لك ان انا طايقه ابص في وشك؟ انا كنت بفك بيكي زنقه بس اكتشفت ان انا غلطان.
لعلمك بقى لو الجوازة دي تمت هطين عيشتك ومش هنيك على جنيه واحد من ال 30 مليون اللي انت قاعد مستنيهم. لعلمك بقى لو هتكون لعبت في دماغها وتحاول تقنعها تتجوزك، ده انا عندي زنتحري وما تتجوزيش البني ادم ده. اقول لكم على حاجه، انا مش هتجوز خالص، لا انت ولا هو. عايزنا اتجوز جرسونه عندي يا غلاب. لا ما انت هترفدها وبعدين تتجوزها. واني عروسه دي اللي هتلاقيها خلال 24 ساعه؟ ما انا لقيتها خلاص. مين انت؟ مين المأذون جه ولا اخطف رجلي جري اجيبه واجي؟ ما بلاها اسراء وشوف لي اي واحده ثانيه. واحده ثانيه ازاي؟ انت مش ماضي الاسراء شيكات؟ طب يعني ايه؟ يعني هتقول لها فاكست الجوازه، هتقول لك انست والسلام عليكم ورحمه الله. يا عم استنى بس. عايز ايه يا فارس؟ وال2 مليون ونص اديك قلت بنفسك، يبقى لازم تتجوزها حالا باي طريقه يا فارس. اجري يا اسراء اهو. هنروح فين دلوقتي؟ على القاهره طبعا. على القاهره؟ تفتكري مش هيقدروا يوصلوا لنا؟ مش هيلحقوا. هي دي القطه الشرازه اللي قلت لي عليها؟ تتجوزيني بسرعه كده؟ لا مش بسرعه، انا هسيبك تفكري لغايه بالليل. اللي تشوفه. مطيعه قوي، مطيعه قوي. ايدك دي للاكل، لو اتمدت تاني هتوحشك. هو انت بتشيلي حديد؟ لا بلعب كونغفو. دي قلبت حته قلبه امبارح غريبه جدا. ايه رايك يا يسرى؟ يسرى؟ فاكراني عيل هيتي؟ انا هارش كل حاجه. ده انت رامي ودانك بقى. اه، واقدر ابلغ عنك. ابلغ عنك في جريمه القتل وفي انتحال شخصيه اختك. مش كفايه؟ مش كفايه قاعدين في اوضه سنجل وانتوا دبل؟ يعني القمر دي معانا في الاوتيل؟ واسمها قمر كمان. ميرسي قوي، انت جونتي خالص. كل ما اروح مكان يجيني عايز. شوف لك عروسه تانية ما يكونش الرجاله باصين لك فيها. في عربيه هيحسدوني عليها. هجيب عروسه تانية منين دلوقتي؟ انت عارف انا عايزه ايه في جوزي اللي جاي؟ ايه؟ عايزاه حمش بيخاف عليا من الهوا، وفي نفس الوقت يثق فيا ويسيبني اعمل اللي انا عايزاه. بصي، هو يثق فيا تمام، بس يسيبني اعمل اللي انا عايزاه يعني هنشوف لها تظبيطه يعني. هحاول بصراحه. عريسي مش واحد منكم خالص. نوسة الشمسوية من ساعه ما شفتني مش قادر تمسك نفسك، وهتموت عشان خاطر تتجوزني، وده شيء انا كنت متوقعه. تعمل لي فرح كبير وانا لوحدي اللي اغني فيه. بذمتك كده في عروسه بتحيي ليله فرحها؟ اه انا، وهخليك تغني معايا. انا وهتغني تقولي ايه بقى؟ ان شاء الله السود عيونه. وانا اقول ايه؟ يا واله. لا لا لا، ما ينفعش ما ينفعش. الناس هتقول عليا ايه؟ عادي، قولوا جوزها وبيطبل لها. هو فعلا كل واحد لازم يطبل لمراته، بس مش كده يعني. حب تاني لا، حب تاني لا، حب تاني لا، حب تاني لا. تتجوزها؟ نعم اتجوزها. وساعتها بقى لما تتجوزها هتورث وتسدد ديون البنك وديون الفندق. هتصير؟ ايه ده؟ هتصير؟ دي كحة وبرد بقالي فترة. الكحة اللي عندنا حضرتك ناشفة؟ اه ناشفة. اهلا وسهلا. اوعى تكوني سخنة. انت عرفت منين؟ اهلا وسهلا. أه هو انا ممكن يكون عندي كورونا؟ ايه ده؟ مش عارف. انت عايزني اتجوز تيتا نازلي؟ انت عارف ده اكبر مني بكام سنة؟ يا سيدي الدهن في العتاق، حد يطول يتجوز واحدة عندها خبرة زي دي؟ لا مش عايزة، وبكرة هقول لك ليه. زغراتي